هخليك مش هتبطل تعمل زيتون تفاحي بايدك ولمده شهر يكون جاهز والطعم عليه ضمان. يلا بينا نعمله. مهم جدا ان احنا نكون عارفين انواع الزيتون قبل ما نشتريه علشان نعرف احنا عايزين نعمل ايه. ده الزيتون التفاحي اللي بيتعرف من شكله ان هو مدور وناعم شويه وبيكون واخد شكل التفاحي. والنوع الثاني من الزيتون ده الزيتون العزيزي او العجيزي، ده بنعرفه من ان هو بتكون الزيت طويله شويه ولها بوز، بيحتاج فتره طويله شويه علشان يستوي. اول حاجه هنعملها في الزيتون التفاحي احنا محتاجين ان احنا نشققه. في اكتر من طريقه لتشقيق الزيتون التفاحي، ممكن ان احنا بسكينه كده ونبدا نشقق الزيتون بالشكل ده، وفي طريقه ثانيه ممكن بعصاره الليمون نحط فيها الزيتون ونشققه، نضغط ضغطه بسيطه كده. وطريقه التشقيق بالعصاره بتساعد ان الزيتون يستوي اسرع. بعد ما شققت الزيتون وغسلته كويس هبدا انزل عليه بشويه جزر مبشورين واقلبهم مع بعض كده كويس، وهنزل عليهم بشويه عصفر، ويا ريت نختار حد كويس واحنا بنشتري منه العصفر لان في عصفر كتير مغشوش، وكم قرن فلفل بقى حار ابن حلال كده زي ده كده، هنقطعه كده شرايح بس شرايح تكون كبيره شويه، وننزله كده على الزيتون ونقلبهم مع بعض تاني كويس. اخر حاجه هنضيف على الزيتون شويه كده كزبره خضراء تدي ريحه حلوه جدا، او لو متاح كرفس طبعا هيكون احسن. معايا دلوقتي كيلو ليمون، ويفضل ليمون اصفر، هبدا اقطعه وعصره كله، بس ضروري ان انا مرميش القشر بتاعه بعد ما عصرته عشان انا محتاجه. هاجي بقى لتجهيز المحلول الملحي للزيتون التفاحي. ده لتر ميه اضيف عليه 100 جرام ملح، 100 جرام ملح اللي هم يطلعوا 3 معالق اكل مليانين ملح، ويفضل ملح خشن. هنزل كده الملح وابدا كده ادوبه كويس مع الميه. اول حاجه هنبدا كده نحط شويه قشر الليمون اللي احنا عصرناه، نحط عليهم كده شويه جزر، وانزل عليهم بالزيتون، وفي النص كده هنزل بشويه قشر ليمون، وهنزل تاني شويه جزر كده على الوش وشويه فلفل حار، واخر حاجه ليمون على الوش كتير ضروري. هبدا انزل الليمون اللي احنا عصرناه، واخر حاجه بقى هننزل بيها محلول الميه اللي احنا جهزناه. كده انا خلصت الزيتون ومش محتاج اي حاجه تاني مني غير ان انا اقفل عليه كده واسيبه لمده شهر، ما اجيش ناحيته خالص علشان تعملهم اسهل زيتون تفاحي بطريقه سهله جدا وطعم عليه ضمان.